بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسط معاناة الآن ضد هذا الخصم. شايفين كيف؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش الإجرام ذا؟ هذه أول مباراة ترى، يعني على فكرة أول مباراة اليوم. إيش ذا؟ الله يلعنه، الله يلعنهم. بس خير، حتى معاه سعر كهرب عشان يكمل التخريب. نيس باركي قهر والله. ننطلق بسم الله بالعملاق لدام لعب الفيكا. الحمد لله، الحمد لله. ايش هذا؟ اول مباراة، اول مباراة اليوم، اول مباراة يعني اول مباراة اليوم. انا فعليا يوم جديد. ايش هذا؟ اليوم يوم الثلاثاء، ليلة الثلاثاء. أنا متصل الليل. إيش هذا؟ شوفوا كيف تخلص من بيكا وبراه برابي جيك غلم بركتني النار. بعدها كذا القاصمة والختامية، يعني ما أعرف، يعني هل بيكون أشد من كذا بعد أكثر؟ ما أعرف، عشان كذا قاعد أقول الختامية. هل بيكون ختاميتي بهذه اللعبة؟ الله أعلم. أنا أحب كلاش رويال، والله أحبك يا كلاش، لكن كذا كثير، والله كذا كثير أحبكم يا لعبة زينة، لعبة حلوة، لعبة جميلة. متعونا مدة أنا ألعبها من 2017، أيوة ست سنوات يعني تقريبا 5 سنوات مستمتع، آخر سنة متعذب يعني. وأيضا يعني أحيانا يعني تستمتع حتى يعني بهذه المباريات المتفوز، والله هي تفرح يعني، تحس تتشكك من الفرح يعني قاعد تفوز على هذه الأشكال. شوف 5.1، ما أعرف كيف. طبعا مجمع الكسير أكيد له دور، بنشوف المباراة يعني متى كان عنده نقص بالكسير مثلا. أنا والله ما حسيت أنه يعني تأخر، يمكن والله ما حسيت أبد. إيش هذا؟ شوف كيف مع ميجانايت وبيكا مع بعض من البداية. طبعا كل تشكيلتهم ميجانايت وبيكا، بس انهم يكونون مع اكيد يعني بيكونون مع البداية تقريبا. شوف يا ساتر يا لطيف، ومن البداية انت تفكر يعني ايش تسوي. ومن البداية لدام يعني خاصة يعني اذا كان موضوع مجمع الاكسير، من البداية لازم ما تفكر كثير وتضيع الاكسير. هنا ما استفدت شيء من البيكا، حطمت البيكا، قتلت الساحر على الأقل
ميجا منين كسبت واحد كسير اللي ما لعبت ساحر الكهرب بدل الأربع كسير اللي بالساحر الكهرب. هنا نشوف يعني ليش ممكن، ليش ممكن مشكلة حتى مع ساحر كهرب ثلاث أساطير ساحر كهرب موجود، فالتخريب بعد على خطة سباركي وعنده سباركي أيضا. يعني شوف كيف هنا، هنا ممكن هنا بدأ تأثير مجمع الكسير. طبعا أنا خفت يعني عشان كذا، شوف كيف حتى مع سباركي ما اضطر يلعب البيكا، بس طبعا مع ساحر كهرب قصدي. والله شيء يقهر والله، بس عاد الشكوى لله ايش نسوي؟ على الاقل صد ساحر الصد سباركي وترك العملاق، يعني مع انه ساحر كهرب مسك الكل يعني تقريبا مسك هنا ما كله تأثير على العملاق، مسك الاثنين المجمنيين. والله بالبداية كان له تأثير على العملاق، بس بعدين يوم لعبت المجمنيين اتجه للمجمن اتجه على المجمنيين حتى العملاق راح بعيد. شوف كيف هنا، ايوه العملاق مشى اصلا، هنا رجع يمسك. لا والله ما هو عشان المسافة، عشان المجمنيين اقرب كانت، بس يعني يقدر يحدد اثنين طبعا يد ويد. شيء يقهر والله من اول مباراة كذا، هذا الشيء خلاني افقد الامل بهذه اللعبة. طبعا هنا الرعب، شوف كيف معاه ميجا نايت معاه بيكا وسباركي بنفس الوقت الان، وانا اتجهت لهنا خلاص، انه حطيت ببالي انه يعني هذه المشكلة، هذا الغلط، هذا غلط. ما أدري كيف عشت، والله ما أدري كيف إلى الآن أكلمكم وأنا على قيد الحياة. شوف كيف، يا لطيف يا لطيف، إيش ده؟ فالكري والله ما قصرت، والله أسطورية والله. ويحاول يبقي على سباركي. والله غلطة فادحة، ما استفدت حتى من سباركي هناك أنا مع ساحر، فغلطتي غلطة كانت مميتة يعني نوعا ما، إني ألعب سباركي هناك يعني المفروض أنت لعبتها يسار والحين بلعبها يسار ونشوف إيش ممكن يصير. بسم الله، طبعا حتى وأنا تشوف العادة لازم تسمي من جد. هنا الحمد لله ساحر كارب انجلد، وعندي ساحر كهرب بقى على قيد الحياة. هذا الشيء بداية الأشياء الإيجابية والحمد لله. طبعا رجع لي سباركي والحين ألعب اثنين سباركي، يعطي له شوي رعب، نخليه هو الآن يحس بالرعب. البيكا كسرهم طبعا واحد ورا الثاني، أو كسرتهم واحد ورا الثاني وما استفدت شيء. طبعا حركة فيها مخاطرة، بس إيش أسوي؟ ملعبة العملاق هنا أيضا حركة فيها مخاطرة، اتجاه كل الإكسير للهجوم. آخر 300 نقطة على برجه اليسار، تركت الدفاع تماما الحمد لله. من أول مباراة يا جماعة، من أول مباراة ليوم الثلاثاء الحمد لله. هذه الأمور يعني لك جد جد يعني نوعية الخصوم كذا تكرار، زد هذا تطفيش والله.
أنا متأكد يعني كثيرين يعني يكررون عليهم نوعية معينة من الخصوم أو يعني بشكل أو بآخر شكل من من الخصوم دائما يعني بعض الزملاء يقابلونهم. شوفوا كيف عشان كذا يعني الكثير طفش يعني فعليا خلاص يعني وتلعب ويعني الناس ما تشجعك يعني كثير بعض الناس يعني نفسيات أكس أصلا ما يحبون ما يدعمون الناس يعني ما يدعمون حتى بالكلمة الزينة حتى بالتشجيع حتى يعني لما ترسل مباراة ما حد يشوفها مثلا ما حد فاضي أصلا كل قرفان من عيشته كل قرفان من مبارياته عشان أجي أشوف مباريات غيري يعني هذه أحد الأسباب. لا إله إلا الله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أنكم استمتعتوا. لا تنسونا من الدعم زر اللايك يعني نحس أنه يعني في دعم يعني يحمسنا. إلى اللقاء سي يو السلام عليكم نراكم لاحقا.